السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. الوغ الكور ديال كومبوسيون دي ماتيريو اورغانيك دون لير، احتراق المواد العضوية في الهواء. الكور ديجا كاين في القناة، كذلك كاينين دي سيري ديكزيرسيس، كاينين دي كونترول. جبت لكم عاود اون سيري ديكزيرسيس كونسيرنون لا لوسون كومبوسيون دي ماتيريو اورغانيك دون لير. فوالا دونك نبداو على بركة الله. بزاف تعال كيجوني استاذه دوازنا الفرد استاذه يعني هادشي فوتناه وهذا. وي انا عارفه فتوه، عارفه بحقين عاود بزاف باقي ما دوزوش الامتحانات. تابعكم موحد، دونك واخا دازو الامتحانات راجعوا لاي سيري تحطات، اي فيديو تحط، واخا داك الشيء فتوه راجعوه لانكم متبوعين بالموحد. هذه اول حاجه. وثاني حاجه باش من يقرب الموحد تلقى ما تراجع وتلقى ما تحفظ وتلقى ما تبريباري. يلا نبداو على بركه الله. كالعاده لا سيري غادي تلقاوها ان شاء الله في الجروب ديال التليجرام. دونك ما عليكم غير تنضموا للمجموعه، المجموعه فهي مغلقه بوحديتي اللي كنهضر وكنحط فيها لي سيري. فوالا دونك بالنسبه للبروميير اكزرسيس كومبليتي لي فراز بار لي مو سويفون. دونك مزيان عطينا كلمات ونرتبوهم. ان ماتيريو اورغانيك دونك واحد الماده عضويه اي كونستيتوي داتوم دو، فهي كتكون من ذرات شنو؟ الكربون اي هيدروجين اسوسي او با ادوتر اتوم، يعني هما بالاساس كربون هيدروجين وكاينين دي اتوم اخرين. La combustion d'un matériau organique dont le dioxygène est une. Donc, احتراق المواد العضوية في ثنائي الأكسجين فهو تفاعل كيميائي، رياكسيون كيميك. كي كوندوي à la formation، يعني اللي هذا الفورماسيون ديالاش اللي كينتج عليه تكون الماء، فورماسيون دو اي de dioxyde de carbone. Dioxyde de carbone. Voilà. La combustion de certaines produits des gaz dangereux. L'ihtiraq ديال أغلبية ديال les matières organiques. كينتج عليه غازات سامة. Les principaux dangers des combustions sont l'incendie et يعني المخاطر ديال الاحتراق كاين الانسوندي وشنو كاين انتوكسيكاسيون تسمى. بالنسبة للدوزيام اكزرسيس قالك كلاسي لي ماتيريو سويفون، يعني رتب هاد لي ماتيريو سويفون entre matière organique et matière non organique. Donc شنو الفرق بيناتهم؟ شنو الفرق ما بين مادة عضوية ومادة غير عضوية؟ المادة العضوية كتكون هي من ذرات الكربون والهيدروجين. الماتيير نون اورغانيك ما كيكونش فيها الكربون والهيدروجين. دونك نبداو NH4 ماتيير نون اورغانيك، HO2 كذلك نون اورغانيك. دونك هذه عند فيها C الكربون فيها الهيدروجين. دونك CH4 COOH. Voilà. Donc le papier, est un matériau organique. Le warak, CO2, non. CU, non. KMN, non. KMNO4, PE. Le polyéthylène, PVC, كذلك matière organique. دونك هنايا HGNO3، ال HCN هي H و C. دونك ال HCN هي C و هي H، C4H10 هي C و هي H، يعني الكربون والهيدروجين. هنايا هي كذلك كاينه C و كاينه H. دونك C3H7OH، وهنايا FE3O4.
Voilà, d'accord. Donc, بالنسبة للتخوازيام اكزارسيس قال لك لو ريزولتا دو لا كومبوسيون دو نيلون، يعني النتيجة ديال احتراق النيلون في الهواء هو الفابور دو، ديوكسيد دو كربون و السيانور ديدروجين اللي هو ال HCN. كومون ديتيكتي لا بريزونس دو ديوكسيد دو كربون؟ كيفاش كنبين او كنبان وجود ثاني اكسيد الكربون ب او دو شو؟ دونك بار لو دو شو. Quels sont les atomes entrant dans la combustion du nylon? شنو هما الذرات اللي كيدخلوا في التركيبه ديال النيلون؟ اذا هنا خصنا ضروري نعمل واحد حاجه. دونك كنعمل ليكواسيون نيلون بلس او 2 كتعطيني الفابور دو H2O، ديوكسيد دو كربون CO2 و السيانور ديدروجين اللي هو ال HCN، ياك؟ فوالا، و كنعمل بحال هكدا. دونك هنا كاين H و O و C و N، و هنا كاين O، ياك؟ فوالا، دونك هدا مهم، هدا أونتخ بارونتيز هدا لو غاز. دونك هنا إذا النيلون باش يكون كيتكون من الهيدروجين و الكربون، داكوغ؟ فوالا، وحتى ال N، المهم نزيدو N، حتى هدا، نخليو الغاز، داكوغ؟ فوالا، دونك كيل سون لي زاتوم؟ دونك إذا النيلون فهو فيه الهيدروجين والكربون و الأزوت، دونك الهيدروجين، الكربون و الأزوت. Le nylon est-il une matière organique? Donc, هو واش هو مادة عضوية؟ وي، لأنه كيحتوي على ذرات الهيدروجين والكربون. وي، car il contient essentiellement d'atomes. D'hydrogène. Et carbone. Où est le danger de brûler le nylon? Donc, je n'ai pas le khatar de l'extraire le nylon. Tabac la production d'iel, de gaz, qui est un gaz toxique. Donc, production du gaz cyanure d'hydrogène HCN. Qui est un gaz toxique. Donc, quatrième exercice, calque. Si on fait brûler un morceau de PVC, polychlorure de vinyle, il se forme quatre corps purs. Il y a un équipe de PVC, du carbone, le carbone, dioxyde de carbone, CO2, le vapeur d'eau H2O ou le chlorure d'hydrogène, le HCl. Quels sont les réactifs de cette combustion? Je nous mets le متفاعل. Donc, je vais faire le mabadiatum PVC مع طبعا dioxygène. PVC et dioxygène. Comme nous le disons, c'est la silsila في العالم. Quels sont les produits de cette combustion? Je nous mets le النواتج ديال هذا الاحتراق. شكون هو؟ Donc, le carbone. Dioxyde de carbone CO2, vapeur d'eau H2O ou le chlorure d'hydrogène HCl. Écrire le bilan de cette réaction chimique. Yani le mu'adala. Donc PVC plus O2 qui atteint H2O plus CO2 plus HCl plus le carbone. À partir du bilan, on déduit quelle variété d'atomes sont présents dans les molécules de PVC. Donc là, on dit là O, on dit là O. Donc PVC. Chemin, les atomes les fait l'hydrogène, ou fait le carbone, ou fait le HCl, fait Cl. Le PVC est-il un matériau organique? Donc, madame fait l'hydrogène ou le carbone, donc oui. Le PVC est un matériau organique.
داكوغ. دونك جو بونس كو سلسله سهله جدا جدا جدا. دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا واستفدتوا وتكونوا تذكرتوا الدرس. دونك بالتوفيق لكم جميعا، نتلاقاو في فيديو قبل ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.